فريدي شو بترك يعني يعني بهرتنا باللي باللي عملته بتركك ترتاح ام فيك تحكي؟ لا عادي. بدك ترتاح شوي؟ عادي؟ ايه من اذا كل هيدا وعادي من من اي عمر فريدي بلشت تتمرن مشان توصل لهالمرحلة؟ 6 سنين. مين بمرنك؟ كيف تتمرن؟ هلا اهلي اكتشف في هالموهبة. نعم. انا نميتها بحالي. بلشت اتمرن بعدين فتت بالسيك دولبو. كيف بتنميها؟ كيف تمرن كل يوم؟ اول شيء كيف اكتشفوها؟ كنت كنت اعمل جمباز على بقلب على ايدي وهيك بالبيت عم تعملوا جمباز. حلو كثير. ايه مرنوني شوي اهلي كمان. ايه وبعدين فتت بالسيرك دو ليبون. بعدين فتت بالسيرك دو ليبون. اليوم وقت العالم تحضرك شو بتكون ردة فعلهم؟ شو بتشوف؟ شو بينبهروا بيضحكوا؟ شو بينبهروا بيتفاجئوا؟ شيء اكيد. ايه بيتفاجئوا. يعني نحن هون بدنا نحييك عن تحيي لك طفل لبناني بعمر 15 سنة عندك هذه المهارات. هلا انت هيك بتصير يعني هالليونة بالمفاصل اللي عندك اياها هي بتكون مكتسبة ام اخذتها مع الوقت؟ مع الوقت ام فطرية يعني. نعم. هون سؤال بدي اسألك، وقت انت تكون عندك هذه الحركة وهالليونة بالجسد كيف تستعمل هالشي بالبيت مع اهلك؟ كيف تعمل هالشي بالبيت مع اهلك مع اصحابك بالمدرسه؟ هلا بالبيت انا مخصص لالي كمان قاعده خير بقرا كتب انا وقاعد هلا. كيف تقرا كتب؟ قاعده غير كليا عندكم. كيف تقرا كتاب بالبيت؟ فرجيك. فرجيني. تقرا هيك؟ فيك تركز؟ وبتحضر أحمر بالخط العريض البيت هيك؟ أنت كشاب طفل لبناني بعمر 15 سنة وين بتطمح توصل؟ لكتير. وين؟ تكون يعني بطل عالمي بهالأمور؟ سيرك باللبنان. يكون في سيرك بلبنان مزبوط؟ خيمة وهيك خيمة بلبنان وتكون أنت موجود يعني دايما فيه يعني إن شاء الله حلمك بتحقق وإذا مواهب بلبنان نحن بنفتخر فيك. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.